إيسر ميدور مدير عام هيئة الصحة في بودبي. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موظفي الهيئة ممن كان لهم إسهامات بارزة في إنجاح مشاركة الهيئة بفعاليات معرض جايتكس. يشرفني دعوة سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. صباحكم الله بالخير. تعلمنا في المدارس بيت الشعر اللي يقول تجري الرياح لما لا تفتح السفن، ونحن فريق محمد بن راشد المكتوم حفظه الله في هيئة الصحة بدبي غيرنا البيت هذا، نقول تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر، والسفن إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما رادت لها السفن. وأنتم ولكم كل الشكر وبكم كل الفخر، فعلا طوعتوا الرياح وجرت الرياح كما أرادت سفينتنا التي كنتم كلكم ربانها، فلكم كل الشكر وبكم كل الفخر. الحمد لله القاصي والداني تكلم عن إنجازات هيئة الصحة من خلال مشاركتها في جايتكس، والجميع مستبشر والكل يرى أن هناك مستقبل يعني في الجيل الواعد اللي جالس من ورا هناك ويبتسم، ما شاء الله فعلا تستحقون كل الشكر والثناء. إن شاء الله نتطلع أن تكون المشاركات القادمة متميزة أكثر في معناها وفي محتواها، وإن شاء الله تكونوا قدوة يشار لكم بالبنان، فلكم كل الشكر وبكم كل الفخر، والسلام عليكم ورحمة الله.